قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة تفقدية لموقع عمل مشروعي توسيع تقاطع الجسر العلوي المنحدر ومشروع توسيع شارع الجنبية بالمحافظة الشمالية. نعم، يعد المشروعان من المشاريع المهمة المدرجة ضمن برنامج الحكومة الرامية إلى تخفيف الاختناقات المرورية على الشوارع الرئيسة. خلال الزيارة اطلع سعادة الوزير على عرض تفصيلي لمشروع توسيعة تقاطع الجسر العلوي وآخر تطورات العمل فيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 60%. وقال سعادة الوزير إن المشروع من شأنه أن يضاعف الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية القادمة من الشمال على شارع الجنبية نزولا إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان شرقا باتجاه المنامة، من خلال إضافة مسار جديد ليصبح منحدر بمسارين على جسر تقاطع الجسر العلوي، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية، بالتالي يخفف الازدحام المروري ويسهل انسيابية الحركة المرورية على التقاطع الجنبية. بعدها تم استعراض مستجدات مشروع توسعة شارع الجنبية للاطلاع على سير العمل فيه، حيث تبلغ نسبة الإنجاز نحو 12%. يعد المشروع إضافة مهمة في دعم البنية التحتية وتطوير الطرق المحيطة والمؤدية إلى مدينة سلمان، وهي من أكبر المدن الإسكانية.